عليكم الأصدقائي الذين يدرسون اللغة العربية في أمريكا، وأنا زميلكم من الصين. لقد تعلمت اللغة العربية لمدة 4 سنوات، واليوم أريد أن أقول، أريد أن أشارك تجربتي الشخصية معكم. جئت من في شمال الصين اسمها مقاطعة جيلين، لكن الآن تعلمت اللغة العربية في مدينة شانغهاي وتقع في جنوب الصين، وكل الجانبين ثقافتهما جميلة ومختلفة. وأما بالنسبة لتجربة تعلم اللغة العربية، أعتقد استفدت كثيرا من خلال تجربة تعلم اللغة العربية. فعلى سبيل المثال، حصلت على الفرصة للسفر إلى قطر لأشارك في نظرة القطر على مستوى العالمية، وكما وخلاص أنتظر أن ألتقاكم في المستقبل. شكرا لكم. هل العربية صعبة أو سهلة؟ العربية صعبة. بالنسبة إلى المبتدئين. نعم. ما هو الشيء الأصعب في العربية؟ الحروف أو النطق أو التحدد أو الكتابة؟ أعتقد أصعب في تعلم في عملية تعلم اللغة العربية هو النطق، لأن في المقارنة مع اللغة الصينية هناك كثيرا من الخلافات، الاختلاف في النطق بين اللغة الصينية واللغة العربية. فمثلا على حرف قا أو حرف طا، فنادرا ما أن أو بالإضافة إلى ذلك هو حرف الراء، ونادرا ما أن يستطيع الشخص الصيني أن يتكلم بشكل سهل. فأعتقد هذا هو أصعب شيء. هل عندكم حروف في الصينية ليست في العربية؟ دعوني أفكر قليلا. نعم. شاي. شا. شاي. 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 يا. شاي. شاي. هل عندكم حرف خاء في الصينية؟ لا، ليس خاء، بل خاء. خاء. يعني وقاء. لا يوجد قاء. وزا. لا يوجد زا. وقاء. يعني لا يوجد قاء. ليس لهذه. ليس لأن القاف يتطلب أن تنادقها بشكل قوية وبشكل شديد، لكن في اللغة الصينية فقط يعني بشكل خفيف. قو 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 سين، يعني لا حاجة إلى هذه الدرجة. جيد جيد. وكم سنة وأنت تعلمت العربية؟ تعلمت اللغة العربية لـ4 سنوات. ما شاء الله. في المدرسة الثانوية أو في الجامعة؟ في الجامعة فقط. بدأت في الجامعة؟ نعم، بدأنا أن نتعلم هذه اللغة في صف الأول من الجامعة، لأن متخصصنا هو اللغة العربية. والآن نحن على أعقاب تخلف منها. ممتاز. ولماذا العربية؟ لماذا اخترت العربية؟ لماذا اخترت العربية؟ دائما ما نقول ليس أنا نختار العربية، بل اللغة العربية تختارنا. لماذا اختارت؟ لأن في ذلك الوقت حسب نظام الامتحان بين الجامعات الصينية، الدرجات لا تستطيع أن تدخل إلى لغة، لا تستطيع أن تدخل إلى قسم لغة أخرى، مثلا لغة اليابانية ولغة كوريا الجنوبية، درجاتهم أعلى. أعلى. في ذلك حين لابد أن نختار. جزيلا شكرا على هذه المعلومات. شكرا. وأنت ما اسمك؟ أهلا وسهلا، يا أصدقاء في الأمريكا، واسم نوح، واسم الصيني كشوجن، وأسكن في مدينة وينجو، المدينة في جنوب الصين، ومدلة على البحر الشرقي، قريبة من الصين، أدرس في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، وأتخصص في اللغة العربية وأدابها. اخترت اللغة العربية لأنني لما تخرجت من المدرسة الثانوية أود
أود أن أدرس اللغة الأجنبية، فثم اخترت اللغة العربية. وفي البداية وجدت الصعوبة كبيرة في تعلم اللغة العربية، لكن مع التعمق دراسة اللغة العربية وجدت المتعة والجاذبية في اللغة العربية، والآن أشعر بالسعادة في تعلم اللغة العربية. وأنتم طلبة في جامعة كنتاكي، وأعلم أن فريقكم لكرة السلة فريق جيد، وأتمنى لفريقكم توفيقا في مارس مجنون. مارس مجنون، هل صحيح؟ وشكرا لكم. شكرا جزيلا. ممتاز. وأنت ولكن ليس على الساحل، أظهر في داخلي في وسط الصين، وأحاطت بلدتي الكثير من الجبل، والجو في بلدتي معتدل طوال العام، واخترت اللغة العربية كتخصص لأنني يعني النتائج في يعني درجتي العلوم درجتي يعني في مواد علمية ليست جيدة، فوجدت أن يعني التخصص إنسانية يناسبني أكثر، وبإضافة إلى ذلك أنا أحب اللغة الأجنبية، فاخترت اللغة العربية كتخصص. وعلى البداية هذه اللغة صعبة جدا بسبب قواعدها ونقطها والتفاصيل الأخرى قبل يعني النطق، قبل تكوين الجملة، ولكن بعد مرور الوقت وجدت المتعة في عملية الدراسة، واللغة العربية جميلة جدا. ممتاز. فأتمنى أنني يمكنني أن أجيدها في يوم ما. إن شاء الله. ممتاز. قليلا. ما اسمك ومن أين أنت؟ اسمي العربي أمير، وجئت من والله. واسمك الصيني؟ اسمي الصيني لي لين تونغ. جيد. لين تونغ. وجئت من مقاطعة في شمال شرقي الصين. وأدرس في قسم اللغة العربية من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية. جيد. وسأتخصص في آداب الصينية أيضا لمدة 3 سنوات. جيد. شكرا جزيلا.